مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني، وحشتوني. النهاردة حلقتنا مختلفة بضيفنا وأخبارنا المميزة الحصرية، وزي ما عودناكم احنا في شكل تاني بنقدم الحقائق بشكل تاني وبنقدم مواضيعنا بشكل مختلف وجريء. أول خبر معايا النهاردة من الأخبار المميزة لبرنامج شكل تاني، مسابقة ملتقى ومهرجان أميرة الشرق، تكريم المرأة الشرقية العربية الأصالة والعراقة بتاج المرأة، بتاج المرأة العربية، حواء الشرقية، إحياء للتراث والثقافة الشرقية وإبراز جمالها الداخلي وأناقة حواء العربية بشكل جديد. تقام ضمن فعاليات مهرجان أميرة الشرق تكريم المرأة الشرقية العربية، وتم فتح باب التقديم المسابقة ملتقى ومهرجان أميرة الشرق لهذا العام، متاح المشاركة من جميع الدول العربية. شروط المسابقة بقى السن من 18 ل 35 سنة، وأن يتناسب ويتناسق الوزن مع الطول والإلمام بقدر من المعلومات العامة والثقافة. وهنعرض على الشاشة الأرقام للتواصل. طبعا المؤتمر اللي عامله زميلي الإعلامي ودكتور محمد الشاذلي، اللي دايما بيسعد المرأة العربية ودايما بيسعدنا بملتقاته الجميلة وأخباره الحلوة، ودايما بيدينا ثقافة عامة. يعني أنا واحدة من الناس بحب أحضر مؤتمراته كتير. وطبعا هو كان لسه في مؤتمر في اسكندرية، طبعا أنا عايزة أهنيه عليه، أقيم بالإسكندرية بقاعة مؤتمرات مركز الشرق الأوسط للتنمية، ملتقى للتربية الخاصة والصحة النفسية للمدربين والأخصائيين برئاسة محمد الشاذلي استشاري تدريب وتطوير الذات. كان يوم 24/6 يوم السبت. طبعا ده كان يوم جميل جدا، وكان نفسي أكون معاك يا دكتور محمد، بس إن شاء الله متعودة مرة تانية. وعندي تهنئة بقى لعروسة جميلة، ألف مبروك يا إسراء، هي بنت عمتي، ألف مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم لك على خير. ومعايا بنبنية برنامج شكل تاني النهاردة اللي نورني وجي من الصعيد عشاني، وطبعا أنا فخورة جدا الحمد لله إن برنامج شكل تاني بيقدم نجوم، نجوم فعلا بيقدموا حقائق وبيقدموا مساعدات حقيقية. معايا ومعاكم الدكتور أحمد عرفات، دكتوراه في القانون العام. أهلا وسهلا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك يا فندم. عامل إيه؟ حضرتك، وسعيد جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة، وبشكر أسرة البرنامج وبشكر القناة وبشكر كل القائمين على هذا العمل الجميل. وحبيت أظهر خلال سيادتك البرنامج بتاع سيادتك ده، إن هو داخل كل بيت مصري من الأول البيت المصري الصغير لحد أكبر بيت، فما شاء الله لقدر الله. أنت نورتنا النهاردة يا دكتور أحمد، وأنا طبعا يعني بحيي أهل الصعيد، أنا بمتن ليهم جدا وبعزهم. طبعا أهل المنيا نورتنا النهاردة. بصراحة أنا لما اتكلمت معاك في موضوع حلقة النهاردة لقيتك كده مقدم حاجة جديدة أنا ما عرضتهاش قبل كده في البرنامج، وهو ده اللي حببني أكتر إن الحلقة يعني تكون موجودة الحمد لله في برنامج شكل تاني. هنتكلم عن التوعية الثقافية للمواطن المصري. طبعا انت عارف ناس كتير جدا مننا بتجهل بالقانون. طبعا الجهل بالقانون مش معنى كده ان الانسان جاهل، لا طبعا، احنا نقصد اللي هي اللوائح والقوانين، ايه حقوقي وايه واجباتي. النهاردة هنعرفها مع دكتور احمد. واول سؤال عايز اسأله لك النهاردة، ايه هي الطرق اللي بتقدم الوعي للشعب بالثقافة القانونية؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين. اولا بحب اتكلم في نقطه الثقافه القانونيه، ان يبقى في توعيه من ناحيه دور مثلا الحكومه ودور النقابات المحامين، دول اكتر اتنين يقدروا على التوازي، يبقى في توعيه للمواطن وندوات. اولا من ناحيه رئيس مجلس الوزراء مثلا، توعيه للموظفين العموميين في الدوله، اي موظف عموما في الدوله لابد ان هو يكون ليه توعيه. دي انا من وجهه نظري البسيطه المتواضعه ان هي دي تتم عن طريق رئاسه مجلس الوزراء. اما الشق الثاني ان يتم توعيه عن من خلال نقابه المحامين. نقابه المحامين ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندها امكانيات مهوله، بسطة دي على مستوى الجمهوريه، كل الاماكن فيها نقابات فرعيه. تقدر النقابة العامة بتوجيه منها للنقابات الفرعية ان يتم توعية المواطنين على على جميع المستويات القانونية، بحيث ان المواطن النهارده يبقى عارف ما ليه وما عليه، لازم يكون عارف واجباته وعارف ويبقى عارف فيه حقوقه، بحيث ان هو يبقى ملتزم
سواء بحقوقه وحرياته والواجبات اللي هو ملتزم بيها. ده بالنسبه للطرق اللي احنا نقدر نوعي بيها، يبقى شقين، الشق الاولاني بتاع رئيس مجلس الوزراء بالنسبه للموظفين العموميين، والشق الاخر نقابه المحامين. نقابه المحامين انا شايف ان هي يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله تقدر انها تعمل ده، امكانيات او الامكانيات ما شاء الله متاحه ليها، ودي هتبقى هتشيل عبء من عند المحامي. طيب يعني ممكن مثلا نقول النقابه تعمل زي توعيه كده او ارشاد مثلا، زي نظام ورش او تدريب مثلا المحامين ازاي توصل للمواطن ان هو يبقى عارف ايه حقه وايه واجباته، بحيث انه يلتزم بالواجب بتاعه ويبقى عارف حقوقه او ايه هي. دي فكره كويسه جدا، واحنا بنناشد بها المسؤولين ان شاء الله في النقابه. طيب انا عايز اسال بقى، لعدم المام المواطن بثقافه قانونيه بيتم مواجهه اعباء عليكم؟ طبعا المحامي اول او يعتبر المحامي اول القضاه في القضيه، مش العكس يعني. أيوه. اخر اجراء في القضيه هو المحكمه القاضي. لا هو اول القضاه في القضيه هو المحامي. أوه. بمعنى ان لما بيجيني مثلا موكل وبيقول لنا في موضوع معين 1 2 3، المفروض انا كحقي المهني تجاهه ان انا اعرفه ايه التكيف القانوني للموضوع بتاعه، التكيف القانوني. بحيث ان انا ما ينفعش اي مثلا هو بيقول مثلا تقريبا بيوصل لكلام مثلا مرسل، ما ينفعش انا اتوجه معاه وتقدم بشكوى مثلا سواء في اماكن الجمع الاستدلالات او في مثلا في النيابه بشكوى بدون دليل. لازم افهم هذا عدم الالمام المواطن بالثقافه. طيب. هو لو عنده ثقافه قانونيه هنا حضرتك هيبقى جاي بيقول انا عايز اتقدم شكوى مفادها كذا، واللي اللي بياكد على كلامه وصدق كلامه والادله بتاعته والبراهين وعبء اثباته القانوني 1 2 3. فللاسف احنا النهارده بيجي لنا المواطن ده مشكله كبيره بتواجه كل المحامين. تمام. بيجي مواطن النهارده عايز يتقدم بشكوى ضد فلان، والشكوى ديت ملهاش اي سند من القانون وملهاش اي دليل. ففي بعض المحامين بياخد اتجاه ان هو خلاص بيتقدم معاه وبيتقدم بيروح يتقدم معاه بالشكوى اللي هو عايزها. في ناحيه تانية بحب انا اشتغل بيها في المجال بتاعي بان انا لا بعمله حاجه اسمها تكيف قانوني، بقول الموضوع بتاعك ده فين الادله بتاعته وفين براهينه. أيوة. انا عشان اقدم للنيابه او اقدم في المحضر قرائن وادله، ايه القرائن والادله اللي عند حضرتك طوعية. فانا لازم اعمل له تكيف قانوني ولازم اعمل له اعرفه ان في حاجه اسمها عبء اثبات قانوني. هو لو هنا لو هو عنده حضرتك موضوع الثقافه القانونيه هيعمل لنا ايه، هيبقى جاي وعارف ما له ويضحك يعني بمعنى اصح بالعربي كده بالظبط. وبرده وده بيبقى عاتق على النيابه لان بيطلع الموكل بعد كده لما بتقدم شكوى بدون سند من القانون بتبقى مجراها معروف وبيبقى حفظ على طول. معلش يا دكتور احمد، يعني في برضو مواطنين مقهورين جدا يعني طبعا. مثلا انا بشتكي من جارتي. تمام. انا على فكره انا بقول اقسم بالله مثل حي وحصل معايا، والناس اللي بتشوفني هي عارفه الكلام ده. تمام. انا في جارتي بتصنف زباله قدامي. تمام. تمام. في وش البيت عندي. تمام. طب انا قدمت بشكوى للبيئه. تمام. مفيش فايده. وزاره الصحه مفيش فايده. الله اعلم بقى ايه اللي بيحصل من ورانا. احنا هنتابع الموضوع بتاع حضرتك اللي بيحصل من ورانا ده وما نعرفش بصراحه. فانا سبت البيت ومشيت. فبص القهر بقى يعني المفروض احنا صوتنا بيوصل للمسؤولين، بس في برضو تكنيكات اللي هو ايه العلم او بالشيء. طبعا. فهو ده اللي بنتكلم عليه، ان هو في مواطنين مقهورين جدا ما بيعرفوش يوصلوا شكوتهم بسبب زي ما انت قلت ما فيش دليل. لا انا معايا دليل وصورت فيديو وبعد كده هم بيجوا ما بيلاقوش حاجه. ففي تحايل برضه. بيبقى في تحايل فعلا، بس حق المظلوم لا داع حق وراءه مطالب. تمام. طالما انا في حق عند شخص وانا دايما بألح وبطالب بيه لابد حتما هيوصل لي الحاجه بتاعي. اما طالما انا ترخيت وكبرت دماغي وما اشتكيتش وما اتحركتش، لا مش الحق مش هيوصل لحد عندي بدون ما انا متعب واروح. طب في حاجه يعني انا خرجت شويه عن الاسئله، بس انا عايزه افهم الناس انت حقك فين وهاته وما تسيبوش. طبعا. طيب انا دلوقتي في حاجه اسمها حفظ، يعني ممكن ان هم يحفظوا من كتر الشكاوي يحفظوها؟ ما هو ده. طب ليه؟ ما هو ده اللي حضرتك احنا بنقول عليه. انا المفروض كمحامي والمفروض انا عارف ان الشكوى دي مداها ايه، وزي ما قلنا لحضرتك المحامي اول قضاه في القضيه. طيب. فهو عارف مدى القضيه دي هتوصل لحد النقطه كام، هل هتحل المحكمه، هل هتحفظ عن طريق النيابه، ملهاش جدوى، هل فعلا لها جدوى، هتتوصف جنح، هتتوصف جنايات، ايا كان مدى الشكوى بتاعته. يبقى هو ده العبء اللي عليكم. فلازم لازم يكون في عبء اثبات قانوني في الموضوع، اما غير كده هيتم حفظها.
ده بقى بيرجع بقى بمشكله اكبر عندنا اللي هي بيرجع اللوم على المحامي وبيرجع اللوم حتى على النيابات. بتسمعها حضرتك موكل يجي انا اتقدمت بشكوى عن طريق الاستاذ فلان أيوة. وتمت حفظها اصل ده جريبه المستشار فلان اصل أيوة. ده جريبه اللواء اللي اصل ده كذا كتير جدا. لا يا فندم حضرتك متقدم بشكوى ايه سيبك من ايه المفاد ايه الاثبات اللي في الشكوى بتاعت حضرتك. فانا كمحامي المفروض ابقى معرف الموكل بتاعي قبل ما اتحرك شكوتك لابد عشان تاخد مجرى صحيح يكون فيها 1 2 3. اما انا كل ما حد مثلا موكل بيجي عايز اعمل شكوى في سين في صاد في كذا بتوجه معاه بدون اي براهن. لا انا كده بعمل عبء على المكتب بتاعي وبعمل عبء حضرتك كده على النيابات وبعمل عبء على المحاكم وكده معلش لو ما وصلناش لنتيجه اصلا في وانا بعمل المحضر مثلا في قسم الشرطه وموضوع بدون ادله وبدون براهين لو القانون اجاز ان المحضر مكان محضر الاستدلالات ده اللي هو قسم الشرطه ان هو يحفظ الموضوع الضابط المختص يحفظ. يعني هي مش هتحتاج انها تروح نيابه اصلا. هو أيوة. القانون ما اجازت ان هو يحفظ هو بيعمل المحضر بياخد اقواله ايا كانت ايه هي وبيوديها للنيابه. لا هو لو القانون اجاز ليه هو الضابط نفسه عارف ان ايه؟ هتتحفظ عشان ما يتعبش اللي بعده ويتعب نفسه. وسيادتك كمحامي عارف ان الشكوى دي مداها كذا وهتتحفظ فالمفروض كان لابد ان حضرتك تعمل ايه؟ بتحفظ. انك انت تعرفه ان لابد الشكوى عشان تاخد مجراها يبقى فيها 1 2 3 اللي هو عبء الاثبات القانوني بتاعها. تمام. النقطة دي هاخد منها سؤال. أنا مواطن وعايزة أشتكي جهة قضائية أو مسؤول بمعنى أصح أقدر؟ طبعا يا فندم من حق الدستور كفل للمواطن إن هو يتقاضى أيا كان ومن حق حضرتك تروح قسم الشرطة ودول أيا كان في أي حد في الجمهورية. تمام. بس الاختلاف حضرتك هنا بيبقى اختلاف في شوية إجراءات. يعني مثلا النهارده حضرتك او اي شخص ما يقدر ان هو يتوجه بالشكوى ضد ضابط ضد مستشار ضد وكيل نيابه ضد عضو مجلس الشعب ضد وزير حتى. بس بتبقى الاختلافات هنا حضرتك في اختلافات بتبقى في الاجراءات. انا طبعا اسقاط حصانه لو عضو مجلس الشعب اذن المكتب الفني النائب العام لو هو مثلا ضابط شرطه شويه اجراءات بتترتب بناء على الشخص ده لو هو مثلا معاه حصانه قضائيه فبتبقى شويه اجراءات مش اكتر. بس من حقه والقانون يحق ليه طالما ان هو معاه اثبات ومعاه دليل وبيثبت حقه بالدليل ده. لا انا واحد من الناس انا معاه لو هو ليه حق في الجزائر انا هجيبه ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اسال مين المستفيد من توعيه المواطن بالثقافه القانونيه؟ طبعا ده الثقافه القانونيه بتاعت المواطن اولا بتعود على الفرد اولا. اول نقطه بتعود على الفرد اول شيء الفرد لان هو مش بيقع تحت طائله القانون. تمام. بمعنى ايه حضرتك ان هو جهله اولا لا عذر بعدم معرفه القانون. ما فيش عذر ان انا ارتكبت جريمه بقول لا انا مش انا ما اعرفش ده ما فيش عذر بالكلام دوت لان هنا المشرع المصري سمن القانون وسمن الثقافه القانونيه ان يتم معرفه. بمعنى النهارده المشرع المصري المفروض بيتم حوار وطئ حوار مجتمعي. انا بقى النهارده في قانون دي انا بلوم عليها البرلمان. تمام. المفروض ان انا بطرح النهارده قانون او بعدله انا المفروض النهارده بطرحه لحوار مجتمعي. ايوه زي ما كان صدر من سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في حوار وكان اتكلم على موضوع تعديل الاحوال الشخصيه والناس كلها عرفت ايه سلبيات الموضوع وايه ايجابياته. أيوة. فمبادره جميله جدا. ليه مثلا مجلس الوزراء او البرلمان ما يتبناش نقطه زي ديت ان يتم عمل حوار مجتمعي للقوانين. احنا النهارده بنتفاجئ حضرتك كاعلاميا حضرتك ممكن مثلا تتفاجئ وهو في مجال عمل حضرتك. أيوة. تعديل قانون مثلا في يخص حضرتك فعلا بمفاجاه تصحى النهارده لا تلاقي خبر او ممكن ما تعرفيش خبر تعرف لما بيتطبق. ايوه فعلا ده تعدل انت تعدل. فليه ما يبقاش فيه مثلا من البرلمان يعمل الحوار المجتمعي ده؟ هي دي بقى الفجوه اللي احنا بنتكلم عليها وبتناقشها حلقه النهارده. ان احنا نوعي بقى قبل دي هتخلي الفرد والله على قدر كامل. يعني كل الدول المتقدمه عندها موضوع الثقافه القانونيه لدرجه ان هم بيدرسوها في المواد الدراسيه. احنا هي المفروض ان احنا ننشد بكده. بس لا انا عشان خاطر ولي الامر وما يقولش لا احنا لسه عندنا بص يعني حضرتك بتقول يا دكتور بيفكرني كده ناخد مثل كده من الاعلام بما اننا اعلاميه. الممثل الجميل هاني رمزي هو طرح قضيه اللي هو عايز حقي. تمام مظبوط مظبوط يا فندم ضفت عليك مظبوط. تمام. فيعني دي نقشه قضايا مهمه جدا صحيح ودي احنا بنكملها النهارده. ان انت حضرتك تقول لي انا اقدر اعمل ايه عشان اوصل الثقافه القانونيه لكل مواطن
حتى العامل البسيط طبعا اللي قاعد في الشارع. انا كان هو انا من وجهه نظري انه شايف هم شقين، الشق مثلا عن طريق مثلا الحكومه في مثلا متمثله في رئيس مجلس الوزراء بان بموضوع توعيه وندوات للموظفين العموميين. وقلنا انت حضرتك ذكرت برضه دكتور البرلمان. طيب انا عايزه اقول يعني هاخد كده من البرلمان دور مجلس الشعب. دور مجلس الشعب انا عايز يعني هو لا يقل عن اي مثلا جهه حكوميه في الدوله، بمعنى عنده يعني مثلا اجل حاجه مثلا في الجهات الحكوميه يقول لك انا عندي شغل كتير. نفس القصه البرلمان معروض عليه من الحكومه قوانين ومن النقابات قوانين ومن كل مكان حضرتك من كل فج عميق معروض على الخط. ايوه فبيصدر القوانين يعني يعتبر انا من وجهه نظري في عجاله وفي عجاله سريعه. في ناس غير متخصصين بتتفاجئ بتطبيق القانون. مش بيتفاجئ سيادتك بالقانون ان هو صدر، لا بيتفاجئ ان هو بيطبق القانون. طب فين القانون ده؟ لا ده صدر في كذا. فالبرلمان عليه عاتق كبير ان هو المفروض ان خلاص موضوع الحوار المجتمعي ده موضوع ونشد بيه سياده الرئيس فتحي السيسي، نشد بيه في الحوار اللي كان فيه قبل كده واتكلم ان طرحه للحوار المجتمعي بحيث ان القانون يبقى يعرف مثلا المجتمع يعرف ايه السلبيات وايه الايجابيات بتاعته. اما للاسف الشديد البرلمان عليه اللوم كبير في الموضوع دوت، مش بيناقش القوانين، بيسن قوانين من عن خلاله وبنتفاجئ بتعديل القوانين. طب بص انا عايزه اقول لك بس كده، في ناس بسيطه جدا ما تعرفش ايه الفرق بين البرلمان وايه الفرق بين مجلس الشعب، يعني البرلمان بيعمل ايه للمواطن ومجلس الشعب بيعمل ايه للمواطن، بما اننا نتكلم عن ثقافه المواطن أصحيح. فعايزين نفهمه ايه الفرق. انا بالنسبه لي واللي يخصني انا في مجال الثقافه القانونيه مش هتطرق للفرق ما بين الاثنين او ما مثلا ده ايه اختصاصه وده اختصاصه. طيب. لا انا بتكلم في نقطه تانية، ان المواطن البسيط انا عايز هو يبقى عارف حقوقه هي. أيوة. حقوقه ايه عشان يلتزم بيها، وحقوقه ايه عشان يقدر يبقى يناشد بان هو يطالب بيها، واجباته ايه عشان يلتزم بيها. ما نتفاجئش، انا هدي حضرتك مثال بخصوص عدم المام المواطن بالثقافه القانونيه. بتتفاجئ حضرتك اتصال جاي مثلا من اسكندريه او من اسوان، انا فلان الفلاني ده انا في كمين اشوف بطاقتك اتفضل. أيوة. يا فندم انزل عليك بطاقه، ايه الموضوع ده؟ فلان ده حد قامه وقيمه مش بتاع جواده خالص. تتفاجئ حضرتك موضوع بسيط جدا لعدم المامه بالقانون اللي هو تعديل قانون المرور. يتفاجئ الاستاذ مرخص القانون المرخص العربيه بتاعته تعدى فتره السماح، هوب المرور راح عمل له جنح التبديل لوحات معدنيه. يا نهار ابيض، نزل اسمه متهم، اتحكم عليه طبعا المحكمه قللتنهوش او لم يستدل على عنوانه ايا كان الاجراء. المهم ان هو نزل دلوقتي متهم وخد حكم، والحكم بينزل على السيستم. فجاه حضرتك كده ممكن يعني اي حد حضرتك كنت ماشي ما رخصتش العربيه تتفاجئ في الكمين النهارده عليه حكم. يا نهار عليك حكم. فانا بنصح المواطن من النقطه دي ان لازم يبقى ليك محامي واثنين. لازم اي مواطن يبقى ليه محامي واثنين. لرب يعني حضرتك النهارده في اسكندريه وحصلت معاك المشكله ديت. أيوة، وده حكم غيابي، فلازم حضرتك هتتكلم المحامي بتاعك. طب النهارده مفيش محامي وانت حضرتك في اسكندريه وانت الحكم بتاعك صادر مثلا من مني. فبيتحط في مواقف يعني مش كويسه وبتعطل مصالحه بتاعه. طبعا ده بسبب عدم المامه بالقانون. يعني هو لو عارف ان هو عنده القانون بتاع المرور ان هو اتعدل. ان انا لو مش هجدد الرخصه بتاعتي هتصنف جنح وهتنزل. تبديد لوحات معدنيه، لا انا هراعي هدور هعرف الدنيا رايحه فين، هقف اعرف الرخصه بتاعتي تنتهي امتى. اما انا خلاص النهارده مش عارف ببقى تحت الطائله بتاعت القانون. ايوه دي مشكله كبيره قوي. بما انك قلت الموقف ده، فايه المواقف اللي قابلتك لعدم ثقافه المواطن بالقانون؟ مثلا هو زي المثال اللي حضرتك زي مثلا ايه تاني النقطه مثلا بتاعت دي عندنا في الصعيد بتوصل اللي هي نقطه الدفاع الشرعي عن النفس. دي عندنا بصراحه في الصعيد مشكله ولغط كبير اللي هو بيبقى حضرتك عندنا في الصعيد بيبقى اللي ظاهر اللي يقول لك مقوله عامه كده ودارجه يقول لك ايه، انا ليا عند بيتي ملوش ديه. ليا عند ايه؟ اللي يجي عند بيتي عند بيتي ملوش ديه. ملوش ديه باعتبار ان ده دفاع شرع عن النفس. رغم الناس فاهمها خطا. ايوه الناس فاهمه توافر شروط الدفاع عن النفس. دي نقطه خطأ. مهمه جدا. دي مواضيع قتلت بحثا ومواضيع يعني في قمه الابحاث العالميه، مش
مش على حد مصري بس. انا عارفه. فالمقوله دي مشهوره عندنا في الصعيد، اللي يجي عند بيتي ملوش دية بقى جاي عليا. احنا دي فيتفاجئ ان هو فعلا يقول لك ده جالي عند البيت واتخانق معايا، طب انا اعمل ايه؟ طب هو جالك عند بيته واتخانق، مش معنى ان هو جالك عند بيته واتخانق انك انت تموته. لا طبعا. وبيجي تلاقي حضرتك موكل بيجي لي فين الدفاع عن نفسي؟ فين القانون؟ فين انا المفروض كنت بدافع عن نفسي؟ هو المشرع لما حط الدفاع عن النفس، الدفاع الشرعي عن النفس، حط ليه قواعد وحط ليه ضوابط وليه شروط توافر لازم تتوافر فيه. مش ان هو اي حد يجي عند البيت مثلا، او مثلا يعني مقابله مثلا حط في نص كده مقابله الاعتداء بنفس التوازي، بمعنى مثلا شخص ما بيعتاد عليا مثلا بعصايه، انا كده المفروض في حاله دفاع شرعي عن نفسي، هو هيضربني وانا هدافع عن نفسي. ايوه تمام. ساحب طبنجه ضربه بالنار؟ لا طبعا. طبعا بتوجه ليه تهمه ايه؟ لو السلاح ده مرخص بتوجه ليه تهمه ايه؟ قتل عمد، او مثلا لو ما ماتش بتوجه له شروع في قتل. ضيع نفسه. لا مات هتوجه ليه قتل عمد، ما ماتش شرع في قتل. شرع في القتل. فطبعا قصه ان هو يتشرع في قتله، فبيجي المواكب بيقول لك ازاي ده انا كنت بدافع عن نفسي. لا هو هنا دي من ضمن الحاجات لعدم المام المواطن بالثقافه القانونيه. انا كمواطن النهارده بشخصي انا عارف ايه وملم بالمواضيع بالقوانين بتاعتي، يبقى انا كده مش هقدر ارجع تحت طائله القانون. انا لازم هدافع عن نفسي بما اجازه ليه القانون. هدافع عن نفسي. هو مثلا سين ده ماسك له سكينه، ماسك له عصايه، يبقى تلقائي على قد اللي انت لازم يكون في توافق. على قد التوافق. هو بيعتدي عليا بالايد، انا امسك سكينه اضربه بيها؟ لا طبعا. ما توفرتش شروط الدفاع الشرع. ايوه فعلا دي نقطه مهمه. طيب في عجله سريعه كده الوقت معاك يا دكتور بيعدي بسرعه، وفعلا احنا محتاجين حلقات وحلقات، وده ان شاء الله وعد ان تكون معانا تاني. اخر سؤال بقى، هل الثقافه القانونيه تحمي المواطن من الاستغلال؟ طبعا يا فندم. طبعا كل اللي بيقع في دايره ان هو بيتنصب عليه ودايره ان هو بيستغل بيبقى لعدم المامه بالقانون. ايوه. يعني انا النهارده كمواطن، انا بتكلم النهارده اهو شخص كمواطن، وانا مثلا مش محامي ودخلت مشروع مثلا مع حد، فانا طمعين. لازم اعمل له تكيف قانوني. ايوه لازم يفيد تكيف قانوني، لان ممكن تكون الطرف الثاني هو دارس وفاهم وممكن ينصب عليك فعلا. ده الله حقيقة. الله عز وجل لما وضع الكون وضع ليه قواعد. صح. وضع ليه قوانين، فلو القوانين دي ملهاش اي اعتبار وملهاش اي لزوم، ما كانش الله عز وجل وضع للكون اللي احنا عايشين فيه قواعد. معلش النهارده القانون ده بيتطبق من اول المولود اللي بينزل بقاله 24 ساعه بيطلع له شهاده ميلاد. اذا القانون هنا بينطبق على حضرتك من اول 24 ساعه لك في الحياه. معلش لطريقه الشرب مثلا كمسلم في كمسلم. صح. مثلا في اداب اداب في التزامات لازم نلتزم بيها. طيب اخر حاجه، بما ان دكتور احمد عرفات معانا دكتوراه في القانون العام، عايزه النصيحه اللي بتقدمها لزملائك لمساعده المواطن المصري علشان يكون عنده ثقافه قانونيه. اولا انا بحب، انا واحد من الناس بحب ان انا حتى وانا مع اصدقائي بحب ان اتكلم في مواضيع القوانين، وبسير موضوع نقطه الدفاع الشرعي عن النفس دي كتير. تمام. لان دي معظم 90% عندنا في الصعيد منها معرض ليها. نصيحه كده في عجله. النصيحه للشباب المحامين ان اي موكل بيجي لك لازم تعرفه التكيف القانوني للموضوع بتاعه. دكتور احمد نورتنا ونورت برنامج شكل تاني. قد ايه الحديث كان معاك شيق وممتع، قد ايه فدتنا معلومات كبيره جدا، وان شاء الله وعد منك بقى انت تبقى في حلقات معانا وحلقات. وتحب تشكر مين؟ ونورتني في استوديو شكل تاني، والكاميرا معاك وانت اللي هتختم والتتر هينزل عليك. ربنا يخليك يا فندم. انا بحب اشكر والد الله يرحمه طبعا، وبدعي له ربنا يغفر له ويرحمه، وبشكر والدتي ربنا يجزاها عنا خير الجزاء، وبشكر عمتي وشركه حياتي واصدقائي كلهم، ومش عايز انسى حد من الناس عشان خاطر وقت البرنامج خلاص. ومتشكر جدا لستك يا استاذ، نورتنا في برنامج شكل تاني ونورت قناه الصحه والجمال، وانتظروني في برنامجكم شكل تاني مع رانيا مصطفى.